ولنقاش ملف تعليم وواقع المعلمين والأكاديميين في العراق في اليوم العالمي للمعلم ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الدكتور صباح علو الأكاديمي والكاتب السياسي. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، ما هي أسباب تراجع أوضاع المعلمين في العراق؟ حقيقة أولا نهنئ المعلم العراقي والعالمي بالعالم كله لعيدهم الدولي بما يضمن حقوقهم ودفعا للعملية التعليمية بالعالم من خلال المنظمات الدولية التي تراقب جميع دول العالم المنضوية تحت هذه المنظمات بدفعها إلى الأمام نحو الأفضل. ولكن مع الأسف واقع التعليم بالعراق يتراجع بشكل كبير جدا، خصوصا بعد 2003 ولغاية اليوم، حيث حسب تقارير دولية منذ 2003 ولغاية اليوم أنفق على التعليم خاصة الأساسي، التعليم الأساسي في العراق، مبلغا كبيرا جدا يقدر بحدود 22 مليار دولار. والعملية التعليمية في حالة تراجع من حيث المناهج والمباني والمختبرات والعمليات التطبيقية والمستوى التعليمي للطالب، إضافة إلى التراجع في زيادة عدد الأمية ونسبتها التي تقدر بحدود حوالي 20% هذا العام، وهذا يشكل خطرا كبيرا عما عاشه العراق في السبعينات والثمانينات بالنمو الكبير في التخلص من عملية الأمية، وكذلك أيضا بشهادة دولية من اليونسكو خاصة واليونسيف بأن العراق يعتبر من الدول الناهضة في العملية التعليمية. اليوم ربما المقارنة تكون مع الدول الناهضة بعد الحروب دكتور، ما مدى انعكاس عاملي المعلم وقطاع التعليم على مستقبل العراق وانعكاسات إهمال هذين العاملين؟ حقيقة أول جانب جوهري وأساسي، ما زال لغاية الآن لم تكن هناك برامج واضحة للمؤسسات والوزارات المسؤولة عن النهوض بالعملية التعليمية، سواء من حيث إعداد المعلم، كذلك أيضا توفير البيئة الخصبة الجيدة للطالب، خصوصا في الدراسة الأساسية الابتدائية بالذات، ثم المتوسطة، ثم الإعدادية، لم تكن بشكل يتناسب مع ما أنفق من أموال هدرت أو سرقت أو استنزفت بفعل عملية الفساد والمحاصصة السياسية التي أجهضت أي شكل من أشكال التطور في العملية التعليمية. يجب أن نعلم أولاً أن هناك أكثر من 3 ملايين طفل هم خارج العملية التعليمية، تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 10 سنوات. هذا يدلل بشكل خطير جدا أن البيئة ما زال غير صالحة للنهوض بالعملية التعليمية بالعراق بفعل الوضع الأمني، العمليات العسكرية، عسكرة الحياة كما نلاحظ. كذلك أيضا لم يحصل المعلم على حقوقه بشكل كبير جدا كما هو في الدول النامية وليس الدول المتطورة. في هذا السياق دكتور، بالحديث عن الحقوق التي يحصل عليها المعلم، تأخرت الحكومة في دفع رواتب الموظفين ومنهم المعلمين، وتسعى لتخفيض هذه الرواتب لهذه الشريحة المهمة. من يعني كيف يفسر تعامل الحكومة مع هذه الأزمة من حيث التخطيط وإدارة هذه الأزمة كذلك؟ يقدر عدد المعلمين بالعراق بحدود حوالي تقريبا 1 مليون معلم، يعني فقط
أعداد المعلمين بحدود حوالي 750 ألف باستثناء كردستان، أي أن هناك شريحة كبيرة جدا تشكل 85% من المعلمين والمدرسين في وزارة التربية، وهذه الشريحة حقيقة مظلومة منذ فترة ولم تحصل على أي شكل من أشكال حقوقها ممثلة بالدرجة الأساسية، انخفاض رواتبها التي لا تتناسب مع المعيشة. ولذلك دفعت الدولة بهذه السياسة اتجاه المعلم، السياسة السلبية أداء المعلم، دفعت به للبحث عن مصادر رزق أخرى، مما أدى إلى انخفاض عطائه في العملية التعليمية البائسة المتمثلة، بأن العراق بحاجة حاليا إلى ما لا يقل عن 20,000 مدرسة جديدة نظرا لأعداد الطلبة الوافدين الجدد المسجلين الجدد في وزارة التربية الذي يتراوح بحدود حوالي 150,000 طفل. لذلك نلاحظ اضطرت وزارة التربية إلى تعيين مؤقت بعقود مؤقتة، وما زال لغاية الآن هذه الشريحة لم يتم تثبيتها منذ سنتين. ولذلك نلاحظ ليس لديهم سلاحا غير الإضراب في الظرف الحالي المعلمين، وحصل إضرابهم أيام عادل عبد المهدي حقيقة، وقدموا له 32 مطلبا. أولى هذه المطالب هو يتمثل بتصحيح وتقويم العملية التربوية بما يضمن مستقبل زاهر للطلبة. اثنين، تخصيص أراضي سكنية أو بناء مجمعات سكنية للمعلمين قريبة من مدارسهم، منح المعلمين حقوقهم وامتيازاتهم أو رواتبهم ودرجاتهم الوظيفية، الرواتب التي لا تكفي حقيقة، هذا جانب جوهري وأساسي. لو نظرنا للمعلم في الدول المتطورة يتقاضى مرتبا أعلى من أي مهندس كهرباء أو مهندس ميكانيك أو غيرها. لذلك نلاحظ إهمال التعليم والمعلم أعطى نتائج سلبية كارثية حسب التقارير الدولية التي جاءت من اليونيسيف، متمثلة بأن الأمية في العراق تزداد وأصبحت تتراوح بين 20 إلى 21% من عدد السكان، وهذه كارثة كبيرة جدا. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي صباح دكتور صباح علو، حدثتنا من العاصمة الأردنية عمان.